دي حاجة. والحاجة الثانية انه في بعض الشروط هي مخالفة للشريعة الإسلامية، زي ايه يا دكتور؟ زي تقييد حق الطلاق وزعم ان ده يعني تقييد حق الطلاق بين الرجل، وزعم ان ده هيحل مشكلة الطلاق. هي دي المشكلة الأكبر، مشكلة انا الطلاق بحاول اللي مش هتتحل بهذا الأسلوب اللي اسمحي لي أقول السطحي أو الأقل ما يقال فيه سطحي، وإنما مشكلة الطلاق وتصاعد مؤشرات الطلاق محتاجة لحزمة من الإجراءات الاجتماعية والتعليمية فتقييد حق الطلاق ان هو ما يطلقهاش، او يعني بعد 3 سنين يكون له الحق انه يطلقها او ما يطلقهاش قبل كذا، او يعني هذا التقييد غير شرعي. غير شرعي طبعا. لكن ده لا يبطل الزواج الاول، يعني لا يبطل الزواج لانه موجود في عقد منفصل. بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى يعني انه لو ان الزوجين وقعوا على هذا العقد، لا طبعا مش هيبطل عقد الزواج، لانه ده بالظبط. مش عقد لن ينظر اليه لا شرعا ولا قانونا. هذا الاجراء اللي هو طلب للشهره اللي يعني مش لن ينظر اليه شرعا ولا قانونا. طبعا عقد الزواج ماشي. في عقود الزواج الآن في خانة للشروط يا دكتور، هذه الخانة للشروط ايه نوع الشروط اللي لازم يكون موجود واللي هو لا يبطل الزواج وفي نفس الوقت يكون يحدث التوافق بين الطرفين وما يحدثش اختلاف؟ ده الحقيقة أي شرط سيتراضى عليه الزوج والزوجة أو الطرفين بما لا يخالف الشريعة هيكون عقد، هيكون اشتراط صحيح، بخلاف غير الشروط التي ستخالف اصول الشريعه الاسلاميه. يعني مثلا ان الزوجه تشترط بعض الاشتراطات، ان يعلمها اذا تزوج عليها او اذا حصل زواج ثاني. هذه الشروط وبعضها الشروط اللي هي انا ما يجبرنيش ان انا اروح ازور اهلك، او ما تجيبليش اصحابك ما يجيبوليش في البيت. هي في ناس بتكتب شروط كده معقوله؟ اصلا يعني انا ما هو ده قريت اللي عقد لا غريب تعليق جدا. عليه، ما هو ده لا تعليق عليه. يعني ده فيه مشاهد بحاجه اسمها الزواج الذي يبنى على التفاهم، ويبنى على الموده والرحمه، ويبنى على العشره الصالحه، وان النهارده يعني في تسامح وفي لا لا ده الطريقه دي في لن تحل مشكله، وانما فتسهم زي ما حضرتك قلت كده في تفاقم اي مشكله. فننصح الناس بايه يا دكتور؟ يعني يعني ننصح الناس الحديثي الزواج، خاصه انه 40% من حالات الطلاق في مصر في ال5 سنين الاولى من الزواج، فننصح الناس بايه علشان يعني تستمر الحياه ويكون هذا الزواج قائم على الموده والرحمه؟ يعملوا العقد اللي هو مشروط ده، ولا ننصحهم بايه يا دكتور؟ ننصحهم في ان في جهات مختصه قامت بمبادرات رائعه، ومنها يعني طبعا دار الافتاء المصريه ووزاره التضامن، وهذه المبادرات للمقبلين على الزواج او الحديثي الزواج بيتم فيها تعليم مهارات الحياه، لان اذا لم يتعلم المقبلين على الزواج او مهارات الحياه بيصطدموا الحقيقه بالحياه، وده اللي في النهايه بيتسبب في قضيه الطلاق. فاحنا بننصح الجميع، والحياه اختلفت الحقيقه، وربما لا يستطيع الاب والام تقديم كل النصائح للحياه الجديده، ولذلك احنا عندنا مبادرات رائعه في دورات المقبلين على الزواج، لاستشارات المختصين. احنا عندنا استشارات في سواء في مكان الشريعه او في علماء النفس والاجتماع، يعني الذين يدربون على مهارات الحياه الزوجيه بكافه. لازم المقبلين يلجأوا لمثل هذا النوع من التعليم، وده التعليم هو المخرج الحقيقي، والثقافه هي المخرج الحقيقي لنجاح اي حياه وخصوصا الحياه الزوجيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عمران، امين من الفتوى بدار الافتاء المصريه اللي